أنواع أجهزة الحفر. هنتكلم عن الأجهزة البرية، الحفر والورك أوفر، البرج، الأجهزة البحرية جاكب، أنواع الأجهزة البحرية العايمة سيمي سبميرسبل والدريل شيب. النوع الأول من الأجهزة هو الأجهزة البرية، وده بيكون مسؤول عن حفر وإكمال وإصلاح الأبار بتاعة الزيت والغاز، وعادة بيكون شغل الأجهزة دي في الصحراء أو في الأماكن اللي ما فيهاش سكان كتير. شركة الحفر المصرية سنة 2022 بتمتلك 66 جهاز بري. النوع الأول من الأجهزة البرية هو أجهزة الحفر البرية، ودي بتكون ما بين 1500 إلى 3000 هورس باور، وبتكون مسؤولة عن حفر الأبار. شركة الحفر المصرية تمتلك سنة 2022 42 جهاز حفر بري. التقنية المستخدمة لتدوير أنابيب الحفر في أجهزة الحفر البرية هي تقنية عمود كيلي أو تقنية التوب درايف. التوب درايف هو التقنية الأحدث في الأجهزة حاليا. علشان الأجهزة البرية تتحرك من مكان لمكان بيستخدم كذا طريقة. الطريقة الأولى والأسهل هي طريقة الموف عن طريق العجل، ودي بيتم فيها رفع الجهاز نفسه عن طريق بيستونز، وبيتم جره أو سحبه عن طريق بولدوزر للمكان اللي هيبدأ فيه الحفر. الطريقة التانية عشان نحرك الجهاز البري من مكان لمكان هي عن طريق تفكيك الجهاز إلى أجزاء، وده بنسميه موف التكسير، وده بياخد وقت أطول، ولكن بيستخدم لما يكون الطريق مش ممهد علشان نقدر نعمل موف العجل، وبيستخدم كمان لو في أي حاجة في الطريق هتعطل سير الجهاز وهو ماشي بالبرج بتاعه بهذا الارتفاع، زي مثلا كابلات الكهرباء. النوع الثاني من الأجهزة البرية هو الورك أوفر ريجز. الورك أوفر ريجز أو الأجهزة الخاصة بصيانة الأبار بتقوم بإكمال الأبار بعد حفرها وتجهيزها للإنتاج، أو بصيانة أبار قامت بالفعل بإمتاج زيت أو غاز ولكن لابد من عمل بعض إجراءات الإصلاح لبعض المعدات الموجودة في البير. بيكون الهورس باور بتاع الأجهزة دي ما بين 500 ل 750 هورس باور، وبتستخدم نظام دوران الكيلي أو نظام دوران الباور سويفل. شركة الحفر المصرية بتمتلك سنة 2022 24 جهاز صيانة أبار. ده شكل بسيط للباور سويفل، وهو مشابه للتوب درايف بس صغير جداً ولي وحدة تشغيل خارجية. عشان نحرك أجهزة صيانة الأبار من مكان لمكان عادة بنستخدم حاجة اسمها الكارير، وده بتكون عربية بتشيل برج الحفر في الوضع الأفقي وتتحرك من مكان لمكان بمنتهى السهولة. النوع الثاني من الأجهزة هو البرج، وده يمكن مش منتشر قوي في مصر، بيكون موجود في أماكن المية الضحلة، وده بيكون قادر انه يكون عايم ويتنقل من مكان لمكان، وبيتم كمان تثبيته في مكانه في الوضع العائم، او ممكن عن طريق وزنه يريح جسمه على قاع المية الضحلة. النوع الثالث هو الجاكب ريجز، والجاكب ريجز بيكون لها ارجل ثابتة بتقدر تثبتها في عمق سطح البحر، ولكن أقصى عمق تقريباً بيكون ما بين من 120 إلى 150 قدم، والهورس باور بتاع الأجهزة دي بيكون عادة مرتفع ما بين 2000 إلى 3000 هورس باور، وتقدر كمان إنها بعد ما تحفر البير تعمل له عملية الإكمال والصيانة لو استلزم الأمر. تقدر كمان إنها تحفر أكتر من بير وهي واقفة في مكان واحد. وشركة الحفر المصرية تمتلك وبتشغل 6 أجهزة حفر بحري جاكب سنة 2022. علشان الأجهزة دي تتنقل من مكان لمكان
ممكن نستخدم أول طريقة، وهي إننا نسحبها عن طريق بوتس، وده بشرط إن المية تكون هادية جدا. أما النوع الثاني من النقل هو عن طريق مركب كبير بيطلق عليه هيفي ليفتر، بيقدر إن هو يختص تحت جسم الجهاز عن طريق إنه يملى تنكات مية خاصة بيه، وبعد كده بيرفع الجهاز وبيتحرك بيه. النوع الرابع من الأجهزة والثالث من أجهزة الحفر البحرية هو الأجهزة العائمة والمسؤولة عن حفر الأبار العميقة، اللي بيكون عمق سطح المية فيها ممكن يوصل ل 3000 متر. وممكن نصنف الأجهزة دي على إنها سيمي سبمرسبل أو نصف عائمة، والنوع الثاني هو سفن الحفر أو دريل شيبس. علشان الأجهزة دي تقدر تثبت في مكانها بتستخدم نظام اسمه الديناميك بوزيشن سيستم أو DPS، وده بيكون مسؤول عن إن هو يحافظ على حركة البريمة الأفقية حوالين مركز البير عن طريق رفاصات متصلة بالقمر الصناعي. وعشان نقدر نحافظ على وزن ثابت على الدقاق أثناء الحفر بنستخدم حاجة اسمها هيف كومبنسيتور أو معوض الحركة الرأسية للأمواج. وعشان أجهزة الحفر العايمة تقدر تتنقل من مكان لمكان، ممكن نستخدم هيفي ليفتر في حالة نقل السيمي سبمرسبل لأماكن بعيدة، ممكن هي نفسها تتحرك عن طريق رفاصات لمسافات قريبة. أما الميزة الرئيسية في الدريل شيب أو سفينة الحفر هي إنها تقدر تتحرك كسفينة عادية جدا من مكان لمكان وتحفر في أماكن مختلفة. ودلوقتي وقت الاختبار، اختبر نفسك وراجع معلوماتك.